النهارده مشارك في منتدى اعلام مصر ان شاء الله، لاني هدير جلسه، الجلسه بعنوان اداره اعلام الخدمه العامه ما بين الملكيه والتحرير. والجلسه دي هتكون حاضر فيها مجموعه من الخبراء، منهم استاذ صفاء الفيصل مدير مكتب بي بي سي، استاذ جمال الشاعر، استاذ حسن احمد بكاوي عميد كليه الاعلام الاسبق. وبالتالي ان شاء الله اتوقع يكون فيها حوار مهم وجيد عن فكره ايه هو اعلام الخدمه العامه، وهل في مصر تحولنا للفكره دي ولا لسه قدامنا اشواط، وايه اللي نحتاجه فعلا عشان يكون عندنا اعلام خدمه عامه مؤسس على اساس سليم.